أنا اسمي حمزة عرب جندي من قرية طوبة عمري 14 سنة أحد سكان طوبة وبمرق مع الجيش جاي أحكي لكم قصتي وقصة أخوي وأنا بمرق مع الجيش من طريق من نص المستوطني والجيش واليهود المستوطنين بيعتدوا علينا كثير الاعتداءات وبعد مرار بجيش الجيش أو متأخر الجيش بروح علينا مواد كثيرة وإذا ما جاش الجيش بنلف مع طريق ثاني وإذا كان في مستوطنين على الطريق الثاني بنضطر إنه ما نجيش على المدرسة وأوقات كمان نيجي مع الطريق وبيحونا المستوطنين مرة أخوي كان عمره 6 سنين ومسكته المستوطنين وكانت تحاول إنها تأخذه والجيش كان موجود بس ما سوى ولا إشي وخلص إنه خواته واللي كان مع البنات وخلص إنه منهم وبعدين راحت المستوطنين والجيش كان شايفه وما سوى ولا إشي بعدين راح أبوي يشتكي عليها والجيش قال إحنا ما شفناها ولا يوم أخذت ولا سوينا ما سوينا شيء كان سوينا أخذناها بس هم كذابين والمستوطنين يوم نيجي معنا أولاد صغار بيعتدوا عليهم الجيش ما بسوي شيء الجيش كمان بحاول إنه إحنا يدفعنا إحنا مش يدفع المستوطنين وهم يعتدوا علينا وبقولوا في الأخير إحنا حاولنا نعتدي عليهم ولكن الجيش بيكون مع المستوطنين دائما بكونش معنا من مرة بالشهر ممكن بضيع 10 حصص 9 حصص من سبب الجيش لأنه متأخر علينا أو إنه الجيش بجيش نحاول نلف والمستوطنين بواقفينا وأنا إلي حلم إني أخلص لأنه أخلص مدرستي وأدخل الجامعة بس بتمنى إنه الجيش ما يتأخرش كثير علينا عشان نكمل موادنا كثير.